هذا الحديث فيه فوائد، منها الذي استشهد به المؤلف وهو قوله أقضي بنحو ما أسمع. هذا يفيد أن القاضي يقضي بحسب ما يقام في مجلس القضاء من بينات وأدلة، ولهذا قرر الفقهاء أن القاضي لا يقضي بعلمه، بمعنى لو أن القاضي يعلم أن هذا المدعى عليه بريء أو أن هذا المدعي صادق لا يقضي بعلمه، وإنما يقضي بالبينات وبالطرق الشرعية التي بينها الفقهاء رحمهم الله، وهذا فيه حفظ لمقام القاضي من التهمة، لأن القضاء بالعلم يؤدي إلى اتهام القاضي. ولهذا قال بعض أهل العلم لولا قضاة السوء لقلنا يقضي القاضي بعلمه، لكن القضاة ليسوا على حد سواء، ولهذا القاضي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأقضي له بنحو ما أسمع.